تشير مؤشرات الأسهم الآجلة في الولايات المتحدة إلى افتتاحية منخفضة اليوم الثلاثاء وسط ترقب لنتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ونتائج جديدة لأرباح الشركات. إضافة إلى ذلك ينتظر المستثمرون العديد من التقارير الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك السلع المعمرة وإحصائيات أساسية مثل ثقة المستهلك. أما في سوق العملات فإن الدولار في ارتفاع. الدولار أمام اليورو على بنسبة 0.07% عند 1.10. أما الدولار أمام الجنيه فهو أقل بنسبة 0.05 عند 1.534. أما الين أمام الدولار فهو أقل بنسبة 0.6% عند 120.30. أما الدولار الكندي أمام النظير الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم فإن العملتان تقفان فوق مستوى الدعم عند 1.31 وتبقيان في ارتفاع. عملية الشراء الطويلة فوق مستوى الدعم عند 1.31 مع أهداف عند 1.32 و 1.325 في الامتداد. أما المعادن الثمينة فتتعرض لضغوط حيث أن الذهب شكل قاعدة الدعم حول 1162 والتي ينبغي أن تحد من احتمالية الانخفاض، هذا ويدعم خط الاتجاه المتصاعد. المؤشر الـ RSI عملية الشراء الطويلة فوق مستوى الدعم عند 1162 مع أهداف عند 1170.2 و 1175 في الامتداد. أما الفضة في أقل بنسبة 0.38% عند 15.85 للأونصة.